مساء الخير يا جماعة، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة. والنهاردة مثلنا حلو قوي، انا معرفش يعجبكم ولا بس هو حلو. مثلنا النهاردة بيقول: جوه وبره فرشتلك، وانت حالك مايله ايه يعدلك. والمثل ده طبعا بسم الله ما شاء الله، يعني احنا كتير قوي 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 متداولين على طول على طول على طول. كل الناس اي واحده تتخانق شويه ولا تعمل اي حاجه تقول لجوزها: بس ده انا عامله لك كل حاجه وانت مفيش فايده فيك، لا بتتغير وعامل لك جوه وبره ومفيش فايده. هو ده المثل النهارده. احنا هنقول قصه المثل. القصه دي يا جماعه لا هي قصه قديمه ولا دي قصه حقيقيه وحصلت دلوقتي وموجوده، ودي كانت مش قصه، دي مشكله. واحده بتقول او قالت: انا بحب جوزي جدا 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 واتجوزنا عن حب، وبعدين كانت ظروفه في الاول صعبه قوي 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 وعلى قده، واتجوزنا وساعدته، عايزه اساعده في اي حاجه، مش عارفه اعمل معاه ايه، طب اعمل ايه، طب خلاص انا هحاول اشتغل اي حاجه في البيت اساعده واساعد، وجبنا اولاد وعايزه انا اساعد الاولاد واعمل اي حاجه، طب اعمل ايه، مش عارفه. الست فكرت قالت: بس اعمل حاجه من البيت، انا هعمل اكل في البيت. تمام، عملت الاكل وبقت عملت زيتون حلو وما شاء الله الناس بتتصل بيها وتطلب منها اوردرات وتنزل وتطلع وتتعب، ويقول لها: معلش تعبتك معايا، انا والله ما عارفه اقول لك ايه، انت تعبتي تعبتي معايا وشقيتي. تقول له: لا مش مهم، المهم احنا كويسين. وهو يجيب المرتب بتاعها اللي هو 3000 ولا ما اعرفش كام، المهم يدوا لها. طبعا في الزمن ده طبعا ما يعملوش اي حاجه. المهم الست مشيت على الاساس ده فتره كبيره جدا، غير انها كانت بتقول: بروح عند اهلي، اهلي بيساعدوني ويدوني ويدوا ولادي ومساعديني باللي يقدروا بيه باللي يقدروا بيه، وانا مش عارف اهلك والله هعمل معاهم ايه. كل الكلام جه في يوم من الايام اخينا وقع وتعب. اعمل ايه اعمل ايه؟ جريت بيه على المستشفى، اتصل بابوها وامها واخوها وجريت. المهم وهي في المستشفى عايزه عمليه كبيره. طب نعمل ايه يا جماعه؟ خلاص يا جماعه نلمهم بعضينا انا وانتي ونساعد كده بعضينا ونعمل له العمليه. قالت: خلاص انا هتصل بالشركه اللي بشتغل فيها واشوف هو مرتبه باقي فيه قد ايه واجيب المرتب بحيث ان انا اساعد بيه ولو حاجه بسيطه. الراجل عمل العمليه، قال لها: ازاي انت عملتي العمليه؟ ازاي يعني جبتوا فلوس منين وصرفتوا منين؟ ده عملت العمليه دي مبلغ كبير، انتوا منين جبتوا؟ قالت له: من خير. قال لها: يعني ايه من خيري؟ قالت له: وانت عليك ما خفتش عليا وانا تعبانه اقع منك وابقى في عز تعبي وعيايا وانزل واروح واجي واشتري اوردرات للناس واقعد لتاني يوم لما يطلب ما يكون مطلوب مني اوردر، اقعد باليومين اعمل في الاكل وانزل واطلع اقضي طلبات ولادك وطلبات بيتي، الحكايات دي كلها واعملها، وانت تقول لي معلش وساعدتك وساعدتيني ومعلش وسامحيني. قال لها: انت بتقولي ايه؟ قالت له: انت كنت بتقبض 30000 جنيه وبتقولي انك بتاخد 3000 جنيه. قال لها: لا انت مالكيش دعوه بيا، ازاي تعرفي؟ انا ما اقولكيش واعرفك ليه؟ قالت له: ازاي تعرفني ليه؟ انت حارمني وحارم ولادي وحارم. لا انا مش حارمك ولا حارم ولادك، وانا بجيب لكم اللي عايزينه. قالت له: بايه؟ بالمبلغ الصغير اللي انت بتديهوني وبتكذب عليا، وكل المبلغ ده انت بتاخده، وعرفت كمان انك في البنك معاك 500000 جنيه؟ قال لها: كمان ايه؟ طبعا طبعا ما عجبوش، وقال لها: انت ما تعوديش على ذمتي وما ينفعش تكملي معايا. ده بس لمجرد انه عرف انها عرفت، لان طبعا هي كانت بالنسبه له صفقه، هو يحوش ويشيل وبعد كده يعالم بقى هيعمل ايه، يتجوز عليها ولا يروح فين ولا يعمل ايه، ومش مهم اي حاجه. وهو فعلا اخذ منها الشقه وقالت: انا مرميه دلوقتي عند اهلي مش عارفه اعمل ايه، وحارمني من كل حاجه وعايزني لو هتطلق اتنازل عن كل حاجه حتى الولاد، وانا مش عارفه اعمل ايه. ودي كانت حاجه من الحاجات الكتير قوي 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 اللي ساعات الستات بتعملها وتساعد وتقف، وفي الاخر بيبقى ده جزتها. وده مثلنا النهارده: بره وجوه فرشتلك، وانت حالك مايل وايه يعدلك. هو ده حاله مهما عملتي معاه. فنقي الناس يا جماعه اللي بتحاول تقول ده عنده وظيفه ده كويس ده اهم حاجه، لا بنتي اختاري لبنتك راجل يكون عنده امانه، يخاف عليها، يحبها، ما تدوريش عنده ايه لا اصله بعد كده اصله هيبقى ليه مستقبل، لا دوري على الاصل. ولو دورتي على الاصل مش هتتعبي وهتبقي رايحه وبنتك مطمنه عليها وعارفه هي مع مين والراجل ده هيحافظ عليها ولا لا.
دي رسالة بقى لكل الأمهات اللي بتفرح قوي قوي قوي، ده موظف وده عنده وده هيعيشها. اختاري راجل بيعرف ربنا ويتقي ربنا ببنتك ويعملها معاملة حسنة وهتكمل معاها حياتها صح. طبعا الكذب ده محدش بيعرفه إلا بعدين، فمش هقول لك نقي، لكن الناس تسأل عادي، ده مش حرام ولا عيب. اخطب لبنتك ولا تخطبش لبنتك، دوري لبنتك على اللي هيريحها. وده اللي انا عايزه اقوله لكم، ربنا يحفظنا جميعا، يحفظ بناتنا ويحفظ بيوتنا، امين يا رب العالمين، ويهدي جميع المسلمين.